ماذا تعرف عن هرمون التستوستيرون؟ التستوستيرون هو أحد هرمونات الجسم الذي ينتج بواسطة الغدد التناسلية. سنتعرف في هذا الفيديو على أهميته وماذا يحدث عند نقصه أو زيادته في الجسم. هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الذكورية عند الرجال، حيث يتم إنتاجه بواسطة الغدد التناسلية، الخصيتين عند الرجال والمبيضين عند النساء. ينظم كل من الغدد النخامية وتحت المهاد إنتاج التستوستيرون في الغدد التناسلية. ما هي أهمية هرمون التستوستيرون للرجال؟ إبراز الصفات الذكورية عند مرحلة البلوغ، حيث يطرأ العديد من التغيرات الجسمية عند الذكور في هذه المرحلة، منها نمو الشعر في مختلف مناطق الجسم، خشونة الصوت، بناء العضلات، زيادة قوة العظام وكثافتها، زيادة الطول، نمو القضيب والخصيتين، إنتاج الحيوانات المنوية، الرغبة الجنسية، إنتاج خلايا الدم الحمراء، تنظيم وتوزيع الدهون في الجسم، ومن الممكن أن يتحكم بالحالة المزاجية للذكر. يبلغ متوسط نسبة التستوستيرون عند الرجال 679 نانو جرام لكل ديسيلتر، حيث يزداد إنتاج التستوستيرون بشكل كبير في فترة البلوغ، ثم يبدأ بالتراجع بعد سن الثلاثينيات. يؤدي اختلال نسبة التستوستيرون الطبيعية عند الرجال إلى الأعراض التالية: يؤدي الانخفاض التستوستيرون إلى حدوث انخفاض في الرغبة الجنسية، الضعف الجنسي وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، تورم في أنسجة الثدي، تساقط الشعر، خسارة في الكتلة العضلية، الشعور بالتعب وازدياد نسبة الدهون في الجسم، الشعور بالاكتئاب وقلة الثقة بالنفس. وقد يؤدي الانخفاض الحاد المزمن للتستوستيرون لحدوث هشاشة العظام وتقلب في المزاج وانخفاض الطاقة وانكماش الخصيتين. ما هي الأسباب المؤدية لانخفاض نسبة التستوستيرون عند الرجال؟ العمر، حيث يبلغ التستوستيرون أعلى معدلاته بين سن 20 و30، وبعد 30 تبدأ نسبة التستوستيرون بالتراجع كلما تقدم العمر. من الأسباب المؤدية لانخفاض نسبة التستوستيرون أيضا تعرض الخصية لعدوى أو إصابة، بعض الأدوية مثل المسكنات الأفيونية، الاضطرابات التي تؤثر على الهرمونات مثل أورام الغدة النخامية. من الأسباب أيضا الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وغيرها. الأمراض الجينية من متلازمة كلينفلتر ومتلازمة برادرويلي وغيرها. ويقوم الطبيب المختص تبعا للحالة بوصف علاج يحتوي على التستوستيرون على شكل حقن أو لصقات أو كريمات موضعية أو جل. وتعتبر زيادة نسبة التستوستيرون عن الحد الطبيعي من الحالات نادرة الحدوث، حيث تؤدي زيادة التستوستيرون عند الرجال لحدوث البلوغ المبكر قبل سن 9 من العمر. ومن أبرز الأسباب المؤدية لزيادته هي مقاومة الأندروجين وتضخم الغدة الكظرية وبعض أنواع الأورام. هرمون التستوستيرون عند النساء. يتواجد هرمون التستوستيرون عند النساء بشكل طبيعي، حيث يتم إنتاجه في المبيضين ولكن بنسبة قليلة مقارنة بالرجال، ويؤدي زيادة نسبة التستوستيرون عند النساء لظهور عدد من الأعراض كعدم انتظام في الدورة الشهرية والبشرة الدهنية، صغر في حجم الثديين، تغير في شكل الجسم، انتفاخ في الأعضاء التناسلية، ظهور حبر الشباب، زيادة نمو الشعر في الجسم والوجه، وصلع في مقدمة الرأس، زيادة الكتلة العضلية وخشونة الصوت. قد تكون زيادة التستوستيرون عند النساء مؤشرا لحالة مرضية أخرى مثل ملازمة تكيس المبايض أو سرطان المبايض أو الأورام الليفية الرحمية. يتم عمل فحص هرمون التستوستيرون عن طريق فحص عينة دم لشخص، ويجب التنويه أن المعدلات قد تختلف من مختبر لآخر، لذا فإنه من الأفضل مناقشة النتائج مع الطبيب.